والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ولا انا زي انا فيكم في فيديو جديد من قناة محمد نجم. يا ريت يا شباب ابتدي فيديو لسه فيديو بعد من لايكات، برضه ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه عشان يوصلكم الجديد ان شاء الله. طيب يا شباب، انا اعتذر لكم جدا 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 الصراحة، بقالي فترة كتير جدا ما عملتش فيديوهات. طبعا النهاردة انتوا عارفين ليه انا جاي اتكلم على ايه. طبعا النهاردة جاي اتكلم عن الايفنت الماتش دي الدو بتاع الشباب لكم الاول. انا بس بقى كتير ما نزلتش فيديوهات ليه؟ عشان بس طبعا المدارس المذاكره بقى والحال كده، فبقى كتير يعني ما نزلتش فيديوهات، فاعذروني يعني. فاول حاجه شباب كده هنتكلم عن ايفنت الماتش دي اللي نزل جديد، بس هو لسه ما نزلش يعني، هو نزل مكانه هنا تمام هنا. بص شباب، ايفنت الماتش دي ده بالظبط هيكون حاجه مسليه بس مش درجة أوي يعني، اللي هو أنت فاهمني تمام. وإيه هي بقى بالظبط؟ إيفنت ماتش داي هيبقى عبارة عن بالظبط هيبقى بالظبط 5 ساعات تمام، من 5 المغرب تمام لحد 10 بالليل تمام. من 5 المغرب لحد 10 إيه بالليل. طبعا إيفنت ماتش داي ده ممكن احتمال كبير جدا كبير جدا يبدأ من يوم الاثنين لحد يوم الأربعاء، او من الاثنين لحد يوم الخميس حاجه زي كده تمام. فالمهم يا شباب، الايفنت ماتش دي ده كل واحد يعني اظن ان هو في اونلاين، اكيد في اونلاين يعني، كل واحد اللي بيلعب ضد خصم تمام. انت بقى تختار الفريق اللي بيبقى جيد في الموسم ده يعني، مثلا الاسبوع ده برشلونه مثلا، عندك ريال برشلونه كسب وتعمل اداء كبير هيحط برشلونه في الايفنت ده وممكن تقدر تلعب ببرشلونه. عندك مثلا يوفي ونابولي، مثلا نابولي عمل ده جبار جدا لليوفي وعمل برضو كذا ماتش جبار، هتحطه نابولي تمام. وهتلعب بيهم تمام، واكتر واحد هيجمع نقط هيجمع اكتر بقى جي بي سكاوتات كتير وترينر اللي حاجه بتاعت ترينر. فبس شباب دي يعني كل الحاجات بالظبط عن الماتش دي تمام. بالظبط الماتش دي زي ما قلت لكم كده هيبدأ من الساعة 5 المغرب لحد 10 مثلا لحد 10. طبعا ان شاء الله هيفتح امتى؟ يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. وطبعا يوم الاثنين اللي جاي هيبقى في بوكس درو اسمه ده ايوه ايجنت بوكس درو، هيبقى في برشلونة واليوفي فترقبوا. طبعا عندك هنا البوكس درو، طبعا عندك الليجن طبعا منساش حد يفتحه، عندك طبعا هنا نجوم الاسبوع طبعا يعني كله تسيبوا الناس ويفتح دول. طبعا عندك هنا ميسي دي بروين فان دايك، طبعا استمنى ميسي ده وفان دايك، طبعا انا معايا ميسي بس مش عايز ميسي اللي معايا عشان ده كويس ومية. شباب بقى هوريك طبعا انا شباب نرجع اديكوا نظرة عن حسابي تمام، ولو في حد معاه حساب عايز يبدله معايا، او في حد مثلا عايز يديني حساب بتاعي عشان اعمل عليه سحب وكده، اتكلم تحت في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك. طبعا ده حسابي تمام، عندك هنا 2 ميسي فيرمينيو، لعبة جامدة جدا 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 الصراحة. فاتي انا كنت عامل عليه فيديو اهو، يعني الصراحة فريقي جميل جميل جدا جدا. طبعا لو حد عايز يبدلو اكتب تحت في الكومنتات، وطبعا لو معاك حساب يعني يكون حلو في قصير اكتب تحت في الكومنتات برضو. فيا شباب مش حابب اطول عليكم فيديو اكتر من كده، كان معكم محمد نجم، ويعني شكرا ليك اتفرجت انت لحد اخر في الثانية، شكرا ليك. كان معكم محمد نجم، سلام.